هي عم يتهجم على امي، ولو ما طلعته برا البيت كان ضربها. شو؟ مثل ما عمل لك خالي، وليكو قدامك بشحمه ولحمه واساله اذا بدك. ولك عم تتهجم على عمتك وبدك تضربها كمان؟ لا اخي، شو يضرب عمته؟ اي والله بكسر راسه. بس بيجوز يعني عدنان، هي كبيرة، كبيرة كثير. وما يفلك قم. صحيح هذا الحكي اللي سمعناه؟ لا عمي، شو الحكي؟ انا بدي اضرب عمتي، بس لما سمعت القصة فار دمي شوي، قلت لأجي أفهم شو صار. بجوز نتورت شوي. سمعت أخي؟ سمعت صهري؟ بجوز يعني هو وضاح الله يصلحه. بعد إذنك صهري، خليه وضاح ينادي لأمه. إيه شو علي؟ يا بي، نادي لأمك. تأمر يا بي. أي قصة السحورة اللي عملت لنا إياها صبحية؟ إلنا ولا بيت أخي أبو عبده؟ ومشان هيك علقتي أنت وياها؟ يا ريت، في شيء أهم. شو هو؟ يا بي، خود ابن خالك واطلعوا لبرا. تؤمر يا بي. شريف. أخي، عم أقول إنه هي قصة نسوان، بلا نأخذ من عاطفية. خلي أختك تحكي. ها؟ مثل ما بدك أخي، أحكي أختي، أحكي. هاي صبحية خانو. شو؟ هذا اللي صار ابن عمي. وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك سهري، طول بالك، والله شغلة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ولك مرتك اللي عم تطلع يفسد على بنت اختك، بتقلي ما مستاهل؟ وضح، تركينا شوي. يا عبي شو عليك؟ يا عبي شو عليك؟ شو بدي أعمل لك أخي؟ شو بدي أعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقة. الله بلاك بهالمخلوقة؟ شو نسيت إنك تجوزتها بدون رضا أمك وأبوك؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ إيه لك أخي، طلقها، طلقها. هيك مرة ما بتنحوى منوب؟ لا لا، هذا مو حل يا أبو عبدو، مو حل. لكن هجرها، هجرها لك أخي، هجرها. ولك أخي والله مليت، صرت هاجرها 100 مرة وما في فايدة. هلا هي عم تهجرني. يا بي، جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري، يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض. يلا صفوان. خلص ري، الولد دمه فاير هلا، بعدين منحلها. شو عليه؟ منحلها بعدين. صفوان، بوس ايد عمك ابو وضح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام، اوام. عمرك عمي، ايدك عمي. خلص يرضى عليك واصلي. يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحاره بغلاوه وضاح. يلا عمي، تصالح انت وابن عمتك. يلا. واطلع بوس ايد عمتك برا، وطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام، اوام. هي قصة صفوان ووضاح. وشو حكي صبحية على بنت اختك؟ حكي ما بينحكى، قال بدها تسوي سمعتها بالحارة مشان توقف لجوازتها. يخرب بيتها، والله هي وحدة ما بتستحي. لك العمة ما بتخاف من الله؟ لا تزعلي يا عمي، لا تزعلي. اللي امك اللي عم تعمله الله ما بيريده. لا، واللي زاد الطين بلة انه صفوان افندي جاي يتهجم على عمته ببيتها. يوه، يا عبي الشوم عليه، يا عبي الشوم. ام عبدو، هلا جهزتوا اغراض رويدا مشان العرس؟ ايه تقبرني، كل شيء جاهز. ايه، اذا كان خدي هذا الطوق خليها تلبسه بكره وهي مصموده قدام النسوان. الله يرزقك يا حق. يا بي، هذا نقوط مني اليك. يوه، وانا يا بي. ايه مو تكرم عينك انت الثاني. تعي يا بي، تعي. وهي جوز حلق اليك. الله يخلي لنا اياك يا بي. وهي لك عمي. اسلموا ايديك عمي. الله يرضى عليك. وانا ابن عمي اللي هي راحت علي. لا يا ابو عبد الله، انت الاغلى والاتقل. وشو هو الحجه؟ عملي حسابك السنه بدنا نروح على الحج اذا الله راد. عن حقه؟ طبعا عن حقه، لانه صار لازم نروح على الحج. روح، الهي بشرك بالخير، يجبر بخاطرك يا رجال. بدك يا يبوس ايده لنمر الخشاب، لك الله لا يوفقكم، لك الله ينتقم منكم، يبلى ايده بالكسر الهي، ويبوس ايد عمته كمان. لابي للشوحه مرجوحه ولأبو بريس بقى. ايه بس صهري ابو وضاح ما خلى يبوس ايده،
يعني الرجل طلع احسن منا ورويده بتضل عمته. عمته يبلاها بعم عيونها ان شاء الله. والله انا لولا عمي ابو عبدو ما بقرب لبوس ايده اذا بتطبق السما على الارض، بس مضطر سايره لعمي لبين ما تصير رويده عندي. لك عفاري ما عليك، لك ان شاء الله بتطلع على ابري، لك بتفهم بتفهم مثل امك. ولك الله لا يعطي الشيطان صحه، حسبي الله ونعم الوكيل. تعتو ابري تعال. مثل ما وصيتك ها؟ ما بدنا نعزمهم على العرس؟ لك ما فشلوا، عليم الله بعزم الكلاب ولا بعزمهم. لك تقبرني تطلع على قبري يامو. تربايتك يامو. يضرب قلبي عليك يا امي، عم تبكي. وكلي الله يا تقبريني، قومي انزلي، الله يرضى عليكي. والله ما بدي. والله ما يسمع أبوك هالحكي، والله بيذبحك ذبح يا رويدة. خليه يذبحني ويريحني، والله المداوى اللي من العيش يا أبو. يا أمي يا تقبريني، صفوان ابن عمك ومن لحمك ودمك، الله يرضى عليكي، ارضي بنصيبك. بكرهه بكرهه بكرهه، لا تجيبي لي زيرته، بكرهه بكرهه يا أبو بكرهه. يا أم وضح، لا تقطعي بنصيبها لهالبنت، يعني حلك تنسي اللي صار وتروقي. انسى؟ ليش اللي صار بينتسى يا ديبة؟ تخيلك وبالناقص من هالنصيب. لا مخير وما في منها، وهالمخلوقة معترفة بغلطها. لا 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 لا، ما بدي. إذا من أولها عم تعمل هيك، بكرة إذا سمعت لها شي سيرة على سميحة شو بتعمل؟ بتعملني قصة وسيرة. مالك علي يمين انه هالمخلوقة ما نشفت دمعتها عن خدها من يوم ما صارت هالمشكلة لليوم. يا ستي ايمينا من هالسيرة. شو ما بدك تروحي على بيت ام عبدو؟ يو شلون لكان؟ انا بقدر ما اروح على عرس رويدة؟ يتقبر قلبي شو بحبها. انت مالك رايحة؟ بلا، بدي روح بارك لها، والمسا بدي امره على ام نصري خطية. ايه والله واجب. سميحة يا سميحة. ايه لك يلا هلا مرت خالك بتستعوقنا. ابني وين رفقتها؟ شايف ما في حدا؟ ما في حدا برا؟ ما في حدا منو؟ انت ما عزمت كل شباب الحارة؟ اي والله يا ابي عزمتهم كلهم. يا باطل، مين بده ياخذك الحمام؟ شلون بدك تروح وتيجي بالعراضة؟ لكان هي اختك وابنها، ما خلت حدا يجي لعنا. ولك يا حرمة قيمك من اختي وابنها، شو دخلهم بهالقصة؟ يا ابي بجوز راحوا لعند نصري. نصري؟ شو بدهم يروحوا يعملوا عند نصري؟ ما نصري كمان عرس اليوم يا ابي. هلا شباب الحارة بدهم يتركونا ويروحوا لعن نصري؟ ليش مين هو نصري لحتى شباب الحارة يفضلوا عليك؟ لا لا، القصة فيها إنا. وشلون نصري بيعمل عرسه اليوم؟ ليش أنت مالك قايل له إنه اليوم عرسه؟ والله ما بعرف يا أبي، شو بعرفني؟ والعقيد أبو أدهم عزمته؟ إيه والله يا أبي، هو كل شباب الحارة، بس هذا نصري مو بكون إجيره للعقيد، فبجوز ما قدر يتركه ويجي لعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو المصيبة هاي؟ وشو العمل هلا؟ صلوا على محمد مقبول العين وعادلة وظهري. شنقليلي الله يعينه على هالليلة، الله يعينه على هالليلة. في هالليلة صار له عيلة، في هالليلة صار له عيلة. عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى. حاجة بكفي، أنا لازم أمشي. لا عيب، روم معهم على الحمام. عادي بكفي والله ما عندي نفس. بس روح على الحمام انت بتقول. هلا ام نصري وابنها صار لهم طنه ورنه، وصارت العالم تروح لعندهم. هن كانوا يشحدوا لقمتهم من العالم، ان احنا مفضلين عليهم وعلى اللي خلفوهم. لازم نروح نشوف العقيد ابو ادهم، خلي لا يحل المشكله. Woo!
الله لا تزبط يا عمتي. كرمالك يا عيوني، كرمالك تقبريني. يبعت لي حم عليك ولي على قامتي. يا ريتني مت يا عمتي ولا شفتك عم تبكي بيوم عرسك. تقبريني خلص، مسح دموعك، ما بدنا حدا يشتلق علينا. الله يرضى عليكي. بايادير 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 شمس العادية، بايادير شمس العادية، ما تربح إلا صبية، ما تربح إلا صبية، ما يربح إلا الغلاب، ما يربح إلا الغلاب. عقيد، معقولة ما حدا أجل عنا من الشباب منوب؟ أنت بترضاها عقيد؟ بترضاها؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا أبو صفوان. نصري عزم شباب الحارة ولبوا العزيمة، ما فيني اقول لهم روحوا لهون وتعالوا هون. طيب وهلا شو الحل؟ ما بعرف. بمعيتك عقيد، بركي بيجي شوية من هالشباب لعنا على البيت. والله بدك تأسرنا يا أبو صفوان، الشباب ما حدا منهم حيرضى يروح على عرس أبو وضاح مو معزوم عليه. منين الحكي عقيد؟ مين قال لك مو معزوم أبو وضاح؟ هو بذات نفسه. لك يا رجال، أبو وضاح كبير الحارة، ما في عرس بيصير بالشام ولا برات الشام إلا بنعزم عليه. هلا بدك الشباب يروحوا على عرس كبيرهم مو معزوم عليه؟ لك يا عقيد الله وكيلك، قلت له لصفوان يعزمه، عزيم عمك أبو وضاح، بس بركي نسي. شو هالسلبة هاي؟ شو نسي ما نسي؟ المختار بينتسى يا أبو صفوان. بعدين مين هو صفوان لينسى أبو وضاح؟ الأصول أنت تروح تعزمه، صح ولا لا؟ بعدين ما صار شيء. إذا بدك يصير له عرضة روح جيبه، بيعملوا له عرضة هو ونصري، بياخذوهن على الحمام بحممون وعلى بيت أبو شومان بحلولهن. شو هالحكي عقيد؟ معقولة يعني ابني يجي يروح على الحمام بمعية نصري ويروح يقص شعره عند أبو شومان؟ ليش أبو نصري يا أبو صفوان؟ مو ابن الحارة؟ مو بني آدم؟ بلا، بس يعني. بس شو؟ أخي اللي عندي قلته، عقلك براسك بتعرف خلاص. خلص عقيد، خلص بجيبه لهون. عجل لكان قبل ما تروح العرضة، راح أخرهم كرمال. خلص عقيد، كلامك فوق راسنا. الله معك، خليه يجيب بقشته معه. ماشي ماشي. شو بدك؟ يوح ليش عم تبكي؟ ما في شي. يعني يا مو محلك تنسي؟ شو بدي انسى؟ بعرف انتي زعلاني لان هديك المرة عمتي ام وضاح عملت لك قتلة. روحي من وشي ولي، روحي من وشي. ايه شو يعني ما حدا غيرك اكل قتلة؟ روحي من وشي ولي، روحي من وشي. بعتلك حفلة تسلك سلك. عجبك هيك؟ شرفتي؟ عجبتك طلعت ابنك هيك؟ بهدلتينا وضغرتينا قدام العالم. حاجي حاجي والله راسي ورد، ما عاد فيني اتحملكم، جننتوني انت وولادها. جنناكي؟ ولك حدا يا فهمانة بيعمل عرس وما بيعزم المختار؟ 60 عمره ب60 جهنم ما ينعزم. على اساس هو كتير فارقة معه يعني. مين اللي خسران، نحن ولا هو؟ نحن اللي خسرنا، ابنك صفوان اللي خسر، لكن هي طلعة طلعة. طيب روح روح اعزمه وخلصنا. رحت لحتى اعزمه، وبدال ما كحلها قمت عميتها. قلت له صفوان ما عزمك لأنه لساته أخذ على خاطره من وضاح، ومشان هيك أنا جيت بذات نفسي لحتى أعزمك. إيه؟ وشو قال له؟ شو بده يقول لي؟ قال لي روح عمي روح، أنتوا لا بينعتب عليكم ولا بينزعل منكم. على كل الأحوال أنا من امبارح معزوم على عرس نصري، وإذا قضيت بجي. عجبك على الكلام اللي سمعني إياه؟